السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وكمان الصحه ان شاء الله. اليوم غادي نصاوب معكم واحد المملحات اللي كيجيو زوينين وراقيين في المنظر ديالهم، تقدروا تستعملوهم في المناسبات، تقدروا تستعملوهم في شي عراضه، وطبعا في رمضان. الطريقه ديالهم سهله. غادي نبداو على بركه الله. شنو غادي نحتاج؟ غادي نحتاج الخبز ديال تورتيلا الشاورما، غادي نقسمها على أربعة. بسم الله، على هذا الشكل. غادي ناخدو طبيسة صغير، غنديرو فيه الطحين والماء باش نلصقوهم. كنديرو هنا في الجنب وكنطويو هادي على شكل كورني او مانتيكا بحال هاد الشكل. كنلصقوهم بحال هكا كما كتشوفوا، وكنديروهم في اللاطة على هاد الشكل هذا، على هاد الجهة اللي لصقناها هي اللي تكون لتحت في اللاطة اللي غندخلوها الفران. كل وحده غادي دير لينا أربعة ديال الشكيلات بحال هاد الشكل، بلا قالب ديال الكورني، بلا والو، غير هكا بيديكم كما كتشوفوا. فهما كيجيو ساهلين، تقدروا تعمروهم باي حاجه بغيتو. انا اليوم غادي نعمرهم بواحد الحشوه ديال الطون، ومره واحده اخرى ان شاء الله غادي ندير معكم حشوه ديال الدجاج. دابا غادي نمشي بهذه الطريقه هذه حتى نكملهم كلهم، ومن بعد ندخلهم الفران باش يشدوا راسهم ويوليوا مقرمشين، وعاد نعمرهم باذن الله. منين يطيبوا ديك الساعه نتلاقاو باش نصاوبوا الحشوه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما الكورني ديالنا دخلناه الفران هو شد فراسو ولا مقرمش. دابا غادي نصاوبوا الحشوه باش غادي نعمروها. انا سبق لي عمرتهم بالدجاج، وشي نهار ان شاء الله غنشاركها معكم. ودابا غنعمرهم بالثوم. عندي هنايا معلقه كبيره ديال دانون مسوس، معلقه كبيره ديال المايونيز، اللي بغى يعوضوا بالقشطه الطريه يعوضوا. عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخل، خل الليمون، نخلطوا هاد لاصوص بحال هكا. من بعد كنضيفوا ليهم المكونات. عندي هنايا فيزو محكوك، عندي هنا المايس الذرة مصفرة، عندي هنا الطون، علبة ديال الطون مصفيتها من الزيت اللي فيها، وعندي هنا جوج بيضات مسلوقين ومحكوكين. كنحركوا هاد الخليط. اللي عنده مرتديلا وبغى يضيفها كيضيفها، او الزيتون مقطع، يعني على حسب الرغبه، كل واحد شنو متوفر عنده. كناخدو هاد الكورني ديالنا كنعمروه بهاد الطريقه هادي. راه كيجي الطريقه ديالو ساهله، وفي نفس الوقت كيجي عصري في المنظر ديالو. كنبقاو غاديين بهاد الطريقه حتى كنعمروهم كاملين.
ومن بعد كنقدموهم بالصحه والعافيه. مره واحده اخرى ان شاء الله غادي نقدم معكم هاد كورني معمرين بالدجاج، حتى هما راه كيجيو رائعين. تقدروا تعمروهم بالكبسه باي نوع بغيتو، يعني الحشوه اللي كتعجبكم واللي متوفره عندكم في الدار. كنبدلو شي شويه على المعتاد، وكنستعملوا الخبز ديال الشاورما بطريقه مختلفه، ما كنبقاوش في الطريقه التقليديه ديال دايما. دابا غادي نكملهم بالتعمار كاملين، ومن بعد نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وطبعا الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس بالنسبه لاول مره كيزور القناه ديالي، وبارطاجيوها باش تعموا الفائده وباش تكبر العائله ديالنا ان شاء الله. ودابا نخليكم حتى تشوفوا الشكل النهائي، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.